اوكي طيب، حابين ناخد بريك. بعد البريك هنرجع البرزنتيشن اللي حضراتكم شغالين عليها امبارح، واول حضراتكم هتقولوها دلوقتي using your tone of voice your body language. طبعا your body language اكتر، مش هيكون فيها الموفمنت. لو نقدر نعمل نبعد الكاميرا شويه وفي مساحه عندي ان انا اعمل البرزنتيشن من خلال my body language وجسمي يكون باين، لو سمحتم اعملوا كده لو في امكانيه لده. مفيش امكانيه فانت هتيوز يور gestures and facial expressions. طبعا التون اوف فويس مهم جدا لا غبار عليه وهنحكم عليه كتير، فكل واحد هيكون عنده خمس دقايق يعمل فيه البرزنتيشن بعد البريك. واحنا اتفقنا ايمان ان هيكون في برزنتيشن احنا بنمشي بيها خطوه خطوه، فعملنا الاناليسيز وعملنا الكونتنت بلاننج امبارح، فممكن انت تعملي الكونتنت بلاننج بشكل سريع جدا على البرزنتيشن بتاعتك لمده خمس دقائق، وهنبتدي نعمل اللي احنا طبقناه في اليومين اللي فاتوا والجزء بتاع النهارده البادي لانجوج والكوميونيكيشن سكيلز. مايكل احنا كنا بنختارنا توبيك، التوبيك ده قلنا على فكره احنا قلنا اي ثينك الكلام ده امبارح مايكل، انت هتختار توبيك لا هتختار توبيك والتوبيك ده هتعمل له برزنتيشن وهنمشي بيه خطوه خطوه صح؟ كنت موجود. طيب التوبكس بتاعتكم اللي انتوا اخترتوها حضروها عشان بعد البريك هنقولها. طيب رجعنا تاني بعد البريك، المطلوب من حضراتكم كل حد هيعمل برزنتيشن. الاول مايكل بيعتذر ان هو اضطر ان هو يستأذن، فهنكمل احنا الثلاثة. دينا البرزنتيشن بتاعتك عن ايه؟ التايتل بس. التايتل is ثانية واحدة. A child's emotional well-being during lockdown is more important than his or her academic standing. اوكي. طيب دينا انت هتنسي التوبيك ده تماما وهتعملي لي دلوقتي برزنتيشن عن اضرار التدخين. حرام عليك. أضرار التدخين. Yes. Okay. You have 2 minutes to prepare it. To prepare it. يا نهار أبيض عليك. وعندك 10 دقايق to present. طب يعني ما لقيتش حاجة طبية أقل من كده شوية أقدر أتكلم فيها. مش شرط حاجات تكنيكال، شوفي ايه اللي ممكن. انا شخصيا انا نون سموكر، فانا بني ادم مش بيدخن، فاي كلمه هتقوليها انا هقتنع بيها. ف طيب I have 2 minutes to prepare. Yes. Hi. Finish Arena. ثانيه واحده سوري 1 second. مش ممكن اللي بتعمله فينا ده يا هاني، مش ممكن. انت مش عارفه بقى. على العموم I will try my best. أنا طبعا ما كنتش مجهزة للتوبيك ده خالص. I will try my best طبعا. And negative habits that have long-term negative implications. Unfortunately, the human being's psyche has a lot to do with his or her habits. These habits, if not controlled early on, can turn into an inescapable vicious-like cycle. This cycle can lead into a habit that once could have been controlled by human beings into an addiction that we can no longer escape. Smoking is one of the many habits that we human beings may choose to initially partake in just for short-term enjoyment, for social purposes. شكراً يا دينا. What do you think يا جماعة البرزنتيشن بتاعت دينا؟ إيمان. مستر جلال عنده كتير. إيمان what do you think؟ Well according إنه she had to prepare it يعني in 2 minutes طبعا it was amazing where she was into all of this info. بس أنا حسيت شوية يعني طبعا طريقة
كلام حلوة قوي. سوري إيمان ممكن تقولي تاني بس she's trying to نحك بتبتسم. اوكي طريقة الكلام بتاعتك حلوة قوي يعني your face expressions the way you talk بس انا حسيت شوية ان انت متوترة او يعني عشان يمكن حضرتيها في 2 minutes. طبعا هي خضة مش عارفة استخدم جسمي قاعدة وبقول كلام بس انا شايفة يعني احنا بس الفيشل اكسبريشنز بتاعتك لا حلوة جدا طبعا وقلتي a lot of info بس انا كان في حاجة لما كنا شرحنا اول مرة لما كنت حاضرة معاكو انه لما كنا بنقول انه ال first impression يعني انا مش عارفة بقى صححولي اذا كنت انا صح ولا غلط ان ال first impression مهمة قوي فحتة انه to grab the attention I think انه it would have been better لو كنا مثلا سألنا سؤال لان كان في حد مره كان حكى انه اعتقد كان مستر جلال لما قال ان في حد كان واقف على المسرح ومعاه سيجاريت وبيشربها فالناس اتخضت فهو بيعمل ايه فطبعا كان صعب طبعا الايديا تجي في 2 minutes I do understand بس انه انا حاسه انه مثلا لو كنت سالتي مثلا سؤال مثلا why do people smoke لانه actually احنا كل الناس في كل العالم عارفه اضرار التدخين بس ما عادش بيبطلها بالظبط فبما انك اصلا انتو يعني حاسه سايكولوجيكلي يعني انه من الناحيه السايكولوجيكال انت يعني ما شاء الله are aware of a lot of things فلو كنا خدناها بطريقه انه why do people smoke ونحاول نفهمهم اصلا الهابت جايه منين عشان يعرفوا يبطلوها كان هيبقى سؤال حلو يعني في الاول بس ما اعرفش برضو مش عارفه اذا كان رايي صح ولا غلط لا طبعا thank you for your feedback اكيد the question is always a good way to open a conversation حتى if you're not going to have a direct conversation it allows people to think and that's actually a very good thing yes it's a very good point and typically I always start with a question لو عندي الوقت ان انا افكر في السؤال قبل ما ادخل في الموضوع وبعد كده الموضوع بيبقى مترتب على حسب السؤال اللي سألته بس طبعا انا ما جاتش على بالي عشان كنت مضغوطه في الدقيقتين دول بس definitely عندك حق السؤال definitely بيدي كمان طبعا اتفضل لا هي خضة وانا بصي هي خضة طبعا ان هو يقول لك في 2 minutes حضري يعني هي خضة طبعا ان هو يقول لك في 2 minutes حضري وانا يمكن لو كان قال لي كده ما كنتش عرفت اعمل حاجه خالص انا عايز اقول لك حاجه خالص عايز اقول لك بس حاجة. انا حاولت اطبق اللي احنا اتعلمناه يعني انا افتكرت لا بس you're right بس let me just add to something معلش يا هني before you talk is ان انا I love the whole questioning process اللي انت بتقوليه لأن برضو it engages people حتى لو مش conversationally it engages people mentally وبيخليهم to feel empowered إن هما جزء من الحوار so definitely the questioning process that is a very very positive زي factor to consider when it comes to wanting to engage people حتى if not conversationally to engage them mentally عشان يحسوا إن هما أنا جزء من الحوار والربط بتاعي ممكن يؤدي للديناميك of how the speech is going to turn out so definitely yes thank you for the feedback عايز اقول لك يا ايمان انا اوريدي ده اتعلمته اول يوم اول يوم خدت فيه كورس انا ما كنتش اعرفه اصلا يعني ده انا اتعلمته معاكم يعني لا يعني هاني taught us well في امل فيا بص يا ايمان كتير جدا من مواقف احنا هنتعرض ليها بالشكل ده بعد ما دكتور جلال يخلص البرزنتيشن بتاعته دلوقتي اللي هقول له التوبيك عليها خليني اقول لك يا دينا في البدايه انت كنت محضره حاجه بتقريها صح طلعتي حاجه قريتيها طلعتي حاجه قريتيها بس كانت مجرد قرايه في البدايه صح هي بس الارقام اللي هو الديث ريت اللي في امريكا للفيرست والسكند هاند سموكرز دي كانت الستاتس اللي قريتها في الاول من جوجل طبعا جوجل هعمل ايه يا جماعه ما لازم البرزنتيشن ورك شوب بيقول لك اتصرفي بالظبط واتصرفت انا مش اتصرفت واديت سبيتش يا جماعه تمام مهم قوي ان ده يكون موجود بس انا خدت امبريشن في البدايه دينا ان انت كنت بتقري من حاجه الكلام كان مسترسل شويه مش مجرد ان انت بتشرحي او بتتكلمي مع الناس فكانت حاجات معلومات لازم ان هي تتاخد 1 2 3 4 ورا بعضها وخلاص جيتي في الاخر لما حسيتي بارتياح شويه وحسيتي ان انت فهمت الدايمنشنز بتاعه التوبيك ابتديتي تتكلمي as a presenter
لما كنت بقرا فعلا كنت بقرا فعلا علشان كنت عايزه اخد الارقام والمعلومات اللي انا مش حافظاها كاساس للي انا بعد كده كنت عارفه اني هقوله من غير طبيعي طبعا لما ببقى بالقرايه ما ببقاش على طاقتي زي وانا واقفه بتكلم knowing what I'm going to say. مظبوط وده انا right. فعلا ده مظبوط. بس اول لما دينا ملكت الموضوع اول لما خدت الدايمنشنز بتاعت الموضوع وخلاص فهمت القصه رايحه فين ابتدت ترتجل ابتدت هي اللي تقول من نفسها وتاد انفورميشن عليه. استخدمت التورن فويس بتاعها في جزء ايموشنال شويه. انتوا يا جماعه انتوا عايزين تموتوا ما انتوا كده كده هتموتوا في السبعينات او هتموتوا عند سن معين. لا مش السبعينات انا بس بدي example of a conversation that I had with one person. انا فاهم السبعينات. لا انا فاهم انا اقصد ان الكيس ان كان في مايند سيت ان في حاجه معينه ممكن تحصل فواي نوت ان انت تعيشها بشكل مختلف او شكل كويس. فاستخدمت الحته الايموشن شويه وابتدت التون فويس بتاعها يتغير علشان تدخل في الحته دي وتقول يا جماعه التدخين هيسبب اضرار مهما كان الوقت اللي هنعيشه سواء 20 سنه 30 100 150 ايا كان الوقت اللي هنعيشه ايه فهو اللي بيأثر على جوده الحياه والصحه بشكل عام. فاستخدمت الحته الايموشنال دي. ثانك يو ادينا. اللي كان ناقص بس في الحته بتاعه البرزنتيشن مش وجهه نظري من وجهه نظري سوري انا عارف ان هي صعبه وجت في وقت ما فيهوش تحضير وكمان التولز مش مساعدانا لكن كان ممكن تستخدمي ايدك من وقت للتاني. انا عارف السكرين سخيفه شويه لكن وارد برضو ان احنا نتحط في ده ان ايدي ممكن تطلع من وقت للتاني. ثانك يو يا دينا.